الراديو 90-90 هواها مصر. رجعنا معكم تاني على راديو 90-90 ومكملين حلقتنا النهاردة من كام من عشرة، وموجود معنا دايما في كل حلقاتنا الأستاذ حسن المستكاوي، وبنكمل كلامنا عن الأفلام المصرية اللي اتكلمت عن الكورة. ويمكن كنا قبل ما نطلع فاصل بنتكلم نقول حسن قال الأفلام المصرية كلها خدت الكورة أو الرياضة بشكل عام بشكل سطحي. بشكل مسطح طبعا، ما بيش فيه عمق. الكورة زي الحياة أو الرياضة زي الحياة، فيها دراما، فيها 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 صراع، فيها خير، فيها تعب، فيها جهد، فيها مسابرة، فيها إصرار، فيها شرير، فيها تدريب، فيها شرير وفيها طيب، يعني فيها حاجات كتيرة جدا. ليه دايما احنا واخدين الجانب السهل؟ هو المشكلة يعني مثلا فيلم بتاع محمد علي كلاي اللي عمل ويل سميث، اتمرن هو كممثل وتعب واتدرب على الملاكمة، واللي كتب عارف التكنيك الملاكمة وازاي تتلعب والقوانين، بيبقى في حبكة درامية زي ما بيقول. لكن احنا عندنا هنا الموضوع مختلف. لا خالص، يعني حاجة كده يعني ايه، استغلال لأسماء النجوم. يعني شريف عبد المنعم، إكرامي، صالح سليم، بس ما عملوش إيرادات. لا يعني هو بس استغلال الأسماء. مجرد النجوم كانوا في الملعب، أخدوهم قالوا نستفيد بشعبيتهم علشان السينما. لا هو بره حاجة تانية خالص. يعني طب هقول حركة على حاجة، يمكن من مثلا زي الفيلم العالمي اللي احنا كنا بنتكلم نقول ان هو احسن الافلام اللي اتكلمت عن الرياضة، مش لازم يكون الفيلم بطولة الرياضي نفسه. لا مش لا، بس لازم يعني غالبا يعني مش لازم يطلع يجيبه. على انه يعني محمد صلاح مثلا، لا يعني اتعمل فيلم عن نادية كومانشي بطلة الجمباز، جابوا واحدة مع لقطات يعني حقيقية لنادية كومانشي بطل الجمباز اللي جابت 10/10 أول مرة في تاريخ الجمباز، وقصة درامية. الفيلم بتاع روكي، سلسلة أفلام روكي، أنا عايز بس أفتكر دي كانت من استوحاء من قصة حقيقية لروكي مانشيانو اللي كان هزم واحد روسي اسمه أندري تورمانوف في سنة 58. بس ده كان الجزء الرابع، يعني ما في كان باني بقى دراما، كان باني دراما من على حدث، على حدث في النهاية، يعني حاجة مستوحاة من حاجة حقيقية. يعني أنا شفت أفلام مثلا، أولا في 70 أو 80 فيلم بس عن الكورة في العالم، يعني منهم مثلا معجزة بيرن. ايه معجزة بيرن ده؟ لما ألمانيا الغربية سابقا كسبت المجر 54 في كأس العالم 3-2، ودي حدث من أحداث المذهلة في كأس العالم. اتعمل فيلم واللي أخرجه طبعا مخرج ألماني وكان لعيب كورة. ما هو لازم يكون الناس فاهمة اللي بيعمل، اللي بيكتب سيناريو، لازم يكون فاهم الرياضة نفسها. في فيلم لكيفن كوستنر اسمه تين كاب عن الجولف، بطل الجولف. اللي هو جه من هم ما كانش في اللي حاجه اللي خالص، عمره ما فهم الجولف ولا حب الجولف. لو اتفرج على الفيلم هيفهمه ويحبه، ممكن يفهمه ويحبه. يعني لان اللي كاتب السيناريو واللي عامل الدور واللقطات والتصوير، الناس فاهمه يعني ايه جولف. احنا لما نيجي نستخدم حتى فيلم لازم لما نيجي نعمل لقطه رياضه الجولف، حد احمد حلمي ولا مين، لازم يخبط الممثله الضيفه الثانيه بالكوره بالمضرب او بالعصايه. لا يعني لازم تبقى في شرح للعبه، بس مش شرح مدرسي. ما ممكن الافلام اللي بالنوعيه ديت لو اتعملت في مصر ما تبقاش بنفس الكواليتي، بنفس الجوده، وبنفس الحبكه الدراميه، وبنفس طريقه التمثيل، فالناس ما مش هتقرب لها. لو اتعملت بالشكل حتى لو حبكه، لا يعني لازم لو في قصه دراميه حقيقيه حقيقيه، ما هوش مش اعلان ان ده فيلم رياضي. ما فيش حاجه اسمها فيلم رياضي، زي بالظبط احنا عارف احنا بنتكلم كده زي حكايه ايه، الادب النسائي وسينما المراه. ما فيش حاجه اسمها سينما المراه. ما فيش حاجه اسمها سينما المراه بجد. يعني ليه الست بتقول انا في حاجه اسمها سينما المراه؟ لا، في فن
ولا ما بيش فن في يعني المخرجة دي او الفنان ده بيعمل اللي هو تطفير الرياضة في الفن. طبعا مش الرياضة بس. طبعا زي ادب المرأة يعني انسانة كاتبة بتكتب رواية حلوة جدا فيقولك دي ادب المرأة ما بيش حاجة كده. هذا التصنيف بالحقيقة يعني تصنيف غريب جدا وبعدين في الاخر يقولك ده مجتمع ذكوري يعني. لا دي مش حقيقة. مش يعني يعني هو يمكن مجتمع ذكوري لكن انتوا ليه ليه المرأة بتحاول ترسخ ده اصلا التصنيف ده اصلا. فما ينفعش تقول انا بعمل فيلم رياضي يعني بس رياضي كده. لا انا بعمل دراما والدراما دي هي جزء منها او هي الاساس بتاعها بطل رياضي بطل. انا ايام الحرب الباردة ما بين روسيا واتحاد السوفيتي وامريكا تتفرج على فيلم على الاولمبيك جيمز وواحد دورة اولمبية وبطل امريكي وبطل روسي بطل روسية ويحبوا بعض وتتفاعل وتنسجم بالاداء والبطولة والمستوى الرياضي وتبقى منبهر وبطول حقيقية وبعدين القصة الدرامية او القصة الرومانسية بين الاثنين بتشدك هي كمان. احنا عايزين الحبكه دي. لا وبعدين بقى الجهه الانتاجيه هتقول لك مين يكسب ده ولا ده في الاخر في الاخر مثلا يعني. لسه احنا مش هنعرف ننتج افلام بالشكل ده صح؟ لا دي متعبه متعبه عشان لازم البطل يبقى بطل شكله رياضي حقيقي لازم يكون متمرن لازم عارف اللعبه. مين شايفه من اللعيبه اللي موجود دلوقتي ممكن يعمل فيلم سينما من اللعيبه الحاليين يعني؟ يعني مش أوكي. لا مش شايف لا مش شايف. لا اصل يعني ناس يقول لك محمد صلاح. محمد صلاح ده يعني انا بموت في محمد صلاح لعيب الكوره محمد صلاح بس مش الفنان محمد صلاح. ما فيش حاجه اسمها كده. يعني حبي لمحمد صلاح ان لعيب الكوره يعني لو جه قالوا هنعمل فيلم محمد صلاح هيعمل فيلم هيفشل فشل. لازم يجيبوا له ممثل يعمل دور محمد صلاح ويبقى الدور ايه هو والقصه تبقى ايه هي ولازم يقعد مع محمد صلاح ده سنتين عشان يقدر يكتب قصة محمد صلاح الحقيقية. نطلع فاصل ونرجع تاني. مستنيينكم على 91.9 رقم الاس ام اس صفحتنا على الفيسبوك راديو 90.90. ابعتوا قولوا لي ايه اكتر ثلاث افلام مصرية اتكلمت عن الكورة في تاريخ السينما المصرية. تليفوننا 218-10-8-66 كم من 10 على الراديو 90.90.